ثمن سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة الرعاية والدعم الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لضمان بذل أقصى الجهود وتهيئة أفضل السبل الكفيلة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للحجاج البحرينيين. وأشاد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالرعاية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن وتسخير الإمكانيات والطاقات من أجل تقديم أجود الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف. جاء ذلك خلال توديع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأفواج الأولى للحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج، وذلك في مطار البحرين الدولي بحضور فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج. وأعرب وزير العدل عن عميق الشكر والتقدير لشركة مطار البحرين على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات متميزة لحجاج المملكة من أجل ضمان انسيابية تسيير رحلات الحملات البحرينية وتسهيل الإجراءات أمامهم. وقال إن أبواب بعثة مملكة البحرين للحج مفتوحة أمام كافة الحملات البحرينية على مدار الساعة طوال فترة موسم الحج إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن، لافتا إلى أن البعثة تضم في لجانها نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة من الكفاءات من مختلف الوزارات، وذلك من أجل أمن وسلامة حجاج مملكة البحرين. تحرص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمتابعة شؤون الحجاج، وتأتي ذلك بتوجيهات من سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبمتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة شؤون الحجاج منذ يومهم الأول في مغادرة مملكة البحرين إلى حين عودتهم. نحن نشكر حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتوفير لها جميع الخدمات والتسهيلات لحجاج هذا العام. بالنسبة لبعثة مملكة البحرين ولله الحمد فقد اكتمل عقد البعثة، الآن موجودين في مكة المكرمة وفي مقر البعثة بجميع اللجان والكوادر استعدادا لاستقبال الحجاج، وهم يعملون على مدار الساعة جزاهم الله خير. طبعا السنة يعني كانت تسهيلات بصورة إيجابية كبيرة لجميع الحملات، كانت اجتماعات مع الجانب السعودي، رتبت يعني البعثة أو الوزارة رتبت اجتماع مع الجانب السعودي للاطلاع على التعليمات المطلوبة من الحملات، وكان لهذا الدور يعني لهذا الشيء الدور الكبير وتسهيل أمور الحجاج في عبورهم، يعني سواء منفذ الجسر أو سواء المنافذ الأخرى عن طريق الطيران.